رمضان كريم على كل متابعين قناة جوب تي في على اليوتيوب. أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. هل تسألت شي يوم عن عمل نور ستارز؟ أول شي نور ستارز ما إلها عمل محدد، بس بتحصل على المال عن طريق تعاونها مع ماركات عالمية كتير كبيرة. فنور ستارز إذا ما بتعرفوا هي الوجه الإعلامي للحواجب لماركة بينيفيت لسنة 2019. مو بس هيك، فنور ستارز تعاونت مع ماركة بينيفيت بمشاركتها في حلقات برنامج أنت الأجمل اللي عم ينزل على اليوتيوب بهالشهر، وتعاونت كمان نور مع ماركة ميبيلين للمكياج في برنامج مكياج وبنات نجوم رمضان اللي كانت هي مقدمة حلقاته. وشفنا نور في العديد من الإعلانات مؤخرا، من بينها إعلان لماركة كلينيك وأيضا لشامبو هيدن شولدرز، وآخر تعاون لإلها كان مع ماركة ميبيلين للمكياج حيث أصدر لون حمرة باسمها، حيث هي اللي اختارت اللون الرقم والاسم كمان. لتعرفوا تفاصيل أكثر عن حمرة نور ستارز رابط الفيديو موجود بصندوق الوصف. مبروك لنور ستارز على كل هالنجاحات، ونتمنى لها نجاحات أكثر وأكبر. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.